الانترنت المظلم، الدارك ويب، ديب ويب. خلونا قبل ما ندخل في الموضوع ننبه ان في فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب بتحذر من الدخول للانترنت العميق او الانترنت المظلم، لانها منطقة الهاكرز والمجرمين، ناس مرضى نفسيين وايضا المخابرات الدولية. فضول الانسان ده ممكن يوديه لمشاكل، لان لما تدخل الدارك ويب ضغطة زرار واحدة ممكن تعرض حياتك للخطر. خلي بالك يا صديقي، بنتكلم في الفيديو ده من باب العلم بشفة. ناس كتير دلوقتي بتتكلم عن جانب المظلم للانترنت او الويب. خلينا نلقي نظرة عليه. الانترنت ده عامل زي الجبل كده، جزء منه ظاهر لينا وجزء بسيط جدا بالنسبة للجزء المخفي. يعني لو حد قشر طبقات الويب هيلاقي ثلاث طبقات او ثلاث شبكات مختلفة. الشبكة السطحية السيرفس ويب، الويب العميق الديب ويب، شبكة الويب المظلم او الدارك ويب. الشبكة السطحية اللي هي السيرفس ويب هو الجزء الانترنت اللي بنستخدمه بشكل يومي. بيتكون الويب السطحي المعروف ايضا باسم الويب المرئي بنسبة 4% ل20%. الناس بتقول عليه 5% من اجمالي شبكة الويب او الانترنت. عشان نقدر نستخدم الويب بنستخدم بقى المحركات البحث اللي هي زي جوجل، بينج، وياه. لكن المتصفحات نفسها زي جوجل كروم، موزيلا فايرفوكس، انترنت اكسبلورر، تمام، محركات بحث اللي بنستخدمها اللي هي جوجل، بينج. النتائج اللي تطلع لنا دي في البحث هي ببساطة مجموعة روابط بيتم فرستها بواسطة محركات البحث. مواقع الويب السطحي بتنتهي بالامتدادات المعروفة لينا زي دوت كوم، دوت نت، دوت اورج. اما الويب العميق الديب ويب، شبكة الويب العميقة هي باقي الانترنت. يحتوي الويب العميق على معلومات وبيانات اكتر بكتير من الويب السطحي. اذا كانت الشبكة السطحية هي قمة الجبل، في الشبكة العميقة هي غالبية الجزء الموجود تحت المية بنسبة 96% من الانترنت بأكمله، هو ده الديب ويب. طيب شبكة الويب العميقة لا يمكن لجوجل انه بيلاقيها لان رؤيتها غير متاحة بسهولة، مش مرئي لعامة الناس، لان لا يتم فهرسته بواسطة محركات البحث القياسية له. شبكة الويب العميقة اكبر بمئات المرات من شبكة الويب السطحي اللي هو السيرفس ويب. تحتوي على ملايين المواقع الالكترونية بس غير مرئية. البيانات الموجودة في شبكة الويب العميقة مش بالضرورة مخفية عن قصد، لكن يصعب على محركات البحث حاليا انه يلاقيها او يعثر عليها. ويعتبر المحتوى عميق لان لا يتم فهرسته بشكل عام الى محرك بحث، ومتاح فقط من البحث الخاص بالموقع. يحتوي تلك المواقع على نطاقات مختلفة عن اللي بنعرفها. الامتداد بتاعتها بيكون .onion.i2b.bit. طيب الدارك ويب او الديب ويب هو جزء من شبكة الويب العميقة المخفية عن قصد. يكاد يكون من المستحيل انك تتنقل في الجزء ده من الويب من غير معرفة بالظبط انت بتعمل ايه. هو ده الجزء الاكثر شهرة من الويب، وبيستمر هنا بقى الكثير من الانشطة الشائنة. طيب الويب المظلم او الدارك ويب هو محتوى او مجموعة من المواقع الموجودة على شبكة مشفرة لا يمكن العثور عليها باستخدام محركات البحث التقليدية. بيتم اخفاء محتوى الويب المظلم ده عن عام. يستخدم الويب المظلم في الغالب الأنشطة غير القانونية زي تجارة المخدرات، تجارة أسلحة، تجارة أعضاء، الرقيق، العديد من الأشياء الأخرى التي لا تستطيع أنك تتخيلها، كلها موجودة في الدارك ويب. تقدر بكل سهولة تأجر هاكر يقوم بالاختراق لأجلك بمقابل مالي أو قاتل محترف. تبعت الصورة والعنوان والمبلغ والاسم، يومين بالظبط تلاقيه كيل، او انك تشتري مخدرات من كل الانواع. تقدر ايضا تشتري اسلحه. يطلق على الويب المظلم اسم جنه القراصنه. تم اختراع الدارك ويب لغرض اليو اس نيفي، لكنه الان بيستخدم كسوق سوداء للانترنت. يمكن ان يكون الامر خطير اذا غلطت وتم اكتشاف هويتك. الفرق بين الدارك ويب والديب ويب، الفرق الرئيسي هو ان الدارك ويب ده جزء صغير جدا من الديب ويب، تمام. شبكة الويب العميقة هي شبكة الويب بالكامل التي لا يمكن الوصول اليها بمحرك البحث التقليدي، لكن الويب المظلم هو موقع او ويب معين داخل شبكة الويب العميقة. بيرتبط بالنشاط الاجرامي والاسواق غير القانونية. هو عالم مخفي جوه الانترنت، مليء اسرار وساحة لعب لكل المجرمين والتنظيمات الارهابية، اجهزة المخابرات في العالم،
عليه بتلاقي تجارة الرقائق، بيع المخدرات بجميع أشكالها، تجارة السلاح، مواقع القراصنة والهاكرز، تقدر تأجر هاكر بيقوم بالاختراق لأجلك، أو شراء البرامج والأدوات الاختراق النادرة اللي أنت ممكن متسمعش عنها. في أيضا مواقع لتعليم صناعة السلاح والمتفجرات، مواقع لتجارة أعضاء البشرية، بتتعرض وبتتحدد لها أسعار معينة. حسابات بنكية بقى متهكرة فيها آلاف الدولارات، مناهج أكاديمية لأكبر الجامعات عالميا تقدر تشتري عليه فلوس مزورة، الريد رومز والغرف الحمراء طبعا مش هنتكلم على الكلام ده، قطر مأجورين، جوازات سفر مزورة. تمام. طيب ايه سبب ظهور الانترنت المظلم؟ يرجع ظهوره الى الثورة اللي قام بيها بعض النشطاء وبعض الجامعات، لما قال جوجل او جميع المواقع اللي بتاخذ معلومات بتطفي على خصوصياتنا البرايفسي بتاعتنا، قالوا احنا عايزين مكان امن نحس ان احنا ناس احرار، ما عندناش هوية بقى، محدش يقدر يتبع الأثر، ما يعرفش احنا بنعمل ايه على النت. طيب دول الأشخاص اللي كانوا بيبحثوا عن الحرية الشخصية عند دخولهم إلى الإنترنت، لكن المجرمين استغلوا الأمر ده لصالحهم، استغلوا الناس دي تمام واللي بيدافعوا عنه، ودخلوا الشبكة المظلمة بصفتهم إنهم ناس متحررين وزيهم يعني تمام. الحقيقة إنهم كانوا أكبر مروج المخدرات، أكبر مغتصب الأطفال، أكبر قطر المأجورين. تمام. ازاي ندخل على الانترنت المظلم على الدارك ويب؟ طبعا مستحيل ان انت توصل باستخدام المتصفح العادي اللي هو جوجل كروم فايرفوكس، لان الامتداد ده المواقع دي بتبقى دوت اونيون تمام، ودي حاجة حصرية لتور. في بعض المتصفحات والشبكات اللي تسمح لك بالدخول على الديب ويب، من بين هذه الشبكات واشهرها الناس اكتر ناس استخدمها اللي هي تور، في شبكة اي تو بي وشبكة فرينت. لكن لازم برضو نحذر تاني بان المنطقة دي او الديب ويب عالم لا يخضع لاي رقابة، حيث لا تستطيع اي سلطات تعقب مستخدميه او الوصول الى مستعمليه اذا تم استخدامه بالطريقة الصح. تور او البصلة اشهر بوابة يمكن تدخلك للشبكة المظلمة، احد محركات البحث اللي بتستعمل تقنية البصلة، حيث يتم ربط الاتصال بطبقات مختلفة بدول عديدة، مما يجعل امكانية تتبعك وتقفي اثرك صعب بل مستحيل. نفس تقنية البصل عبارة عن طبقات فوق بعضها بينقلك عبر 3 طبقات في 3 دول مختلفة، محدش يقدر يتبع أثر، بينتقل الاتصال بقى من هنا لهنا لهنا تمام. بعد كده في الآخر بيدخل على الويب سايت، لو الويب سايت ده حب يتبع أثرك هيجيب آخر دولة الاتصال جه عن طريقها. أشهر مواقع الإنترنت المظلم، في مواقع كتيرة جدا منها اللي اختفى ولسه موجود، في السيلك رود، طريق الحرير، سوق ديابلوس، سوق ابليس، بيسا مافيا، الفا باي ماركت، دريم ماركت، ذا هيدن ويكي، هيدن انسرز، سكيور دروب، موقع كريبتو ماركت. ما تقدرش تدخل على المواقع دي الا ما يكون عندك الرابط بتاعها، لكن مش تقدر تبحث عنها في محرك بحث. في رعاية الله، اشوفكم على خير، مع السلامة.